حاجات. أول حاجة تحدث عن المباراة وعن النتيجة وزي هي إدته فرصة يعني إنه يرتاح شوية عشان مباراة العودة. وقال أنا ما كنتش راضي على الشوط الأولاني لأن إحنا درسنا الفرقة كويس كنا عايزين أفضل من كده. الشوط الثاني تم تدارك الأمر لكن النتيجة 3-0 دي بتريحنا في ماتش العودة. وبعدين اتكلم على ميزة إن يبقى عندك بدائل متقاربة المستوى بالعدد اللي يريحك انك تعمل سياسه التدوير وتريح وانت بتعتمد على يعني انك تريح لعيبه انت ماشي برضو بنفس الكواليتي كله فاهم وكله يعني يقدر يأدي. اتكلم بقى على فتره الاعداد ما كانتش كافيه طبعا فتره قليله ما لعبناش فيها ماتشات وديه كافيه نقدر من خلالها نجهز اللعيبه فنيا وبدنيا. وهستعيد بالكلام ده عن الكلام ده بالماتشات الرسميه لان انا ما عنديش فرصه للتدريب قوي انا يا دوبك استشفى بعض الملاحظات التكتيكيه والعب. فهنحاول نوصل لاعلى فورمه وخططيه وبدنيه من خلال المباراه. لكن يتحدث ايضا عن الجماهير وان الجماهير دي بقول لك اللعيب المصري بيحب الكوره بيحب الاهلي اللعيبه اللي عنده يعني بس كمان لما بيشوف الجمهور بيبقى داعم ليه بالمنظر ده طاقته اعلى جدا طبعا. فهو يعني مهم جدا جدا يعني اكد على مهم جدا جدا الدعم الجماهيري وانهم يبقوا متواجدين بالكثافه الواجبه يعني. طيب ده كلام مهم وشفت رؤية مستر مارسيل كولر عن المباراة وعن بداية رحلة البحث عن الدستة. واحد من نجوم الأهلي المتألقين وأبرزهم في المباراة كان حسين الشحات. الحقيقة توهج كما لم يتوهج من قبل وده كان رأي الصقر فيه أحمد حسن نسمعه. العارضة تصدت لكورتين والقائم تصدى الكرة لكهرباء لكن شكل الأهلي كان أفضل بكتير في الشوط الثاني. أكيد شكل الأهلي أفضل في الشوط الثاني وحاول استغلال الفرص ولكن يعني في حاجات بقى مش بإيدك يعني نعم. خلاص يعني أنت القوائم والعدة بتشيل أهداف صحيح. وحظ سيء بالنسبة للكهرباء لأن في أكتر من كوره حطها بشكل كويس ممكن يكون حتى في وقت لو يسجل لكنه صنع صحيح نعم. حتى في كوره هو عملها ليه عملها ببطن رجليه ليه من جنب بالظبط نعم. يعني ففي حاجات طبعا ما بيبقاش اليوم يومك انت كمهاجم حتى نعم. في كوره لامي ربيع برضه نفس الحكايه الجون فاضيه نعم. حاططها فاقصد ان النادي الاهلي باقل مجهود قدر ان هو يكسب اللقاء نعم. حاول ووصل وصل بكل خطوطه كل الناس حاولت ده صحيح امام وصل بشكل كبير جدا عنده حظ وكمان سيء لان نعم. اكتر من كوره شاطها بشكل كويس بالظبط ده رامي لا هجمات كتير احنا نعم. يعني هنقف هنعد الهجمات بشكل عام النادي الاهلي اشتغل بشكل كويس جدا 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 النتيجه تنم عن امتلاك النادي الاهلي طبعا اكيد نعم. طبعا وفرقه ساندويتش كمان يمكن احنا زي ما شفنا الشوط الاولاني هم مش من الفرقه اللي هي بتتكتل نعم. وبتوقف لا هم بيلعبوا ومديين مساحات للنادي الاهلي قدر ان هو يستغل المساحات دي حسين الشحات انا بس كان في حاجه عايز اقولها يعني زي عنوان النهارده كده نعم. حسين وصل للنضوج نضوج نعم حسين الشحات وصل للنضوج من راي الصقر لكن حسين الشحات الحقيقه واحد من المع المواهب في العشر سنين الماضيه وانا كنت ساعات يعني الآن من عدم توفيقه وهجوم الناس عليه لأن أعلم أن إمكانيات أولا اللعيب ده لو تتابع في الماتشات المهمة بيقدم لك لمحات فنية ماركة حسين الشحات تشميسة مش عارف إزاي ويجيب جون إزاي وبعدين في الجون بتاع الوداد يعمل إيه وبعدين كل أجوانه فيها فكر ومهارة فيها لمسته وأيضا الأهداف اللي بيصنعها فيها رؤية وفيها مهارة هو لعيب مهاري طول ما هو مركز وفي حالة بدنية جيدة وتحركات سليمة أعتقد حسين الشحات يعني زي بيرسي تاو يعني أنت عندك في فريق الأهلي دلوقتي
سبع ثمان لعيبه بيقدموا لك متعه كرويه، تحب الكره تروح له. الحقيقه ده فعلا الاهلي بقى يوم